مدير الرايه العالميه لمدير محمد الحلبي. شئتم ام ابيتم فكلنا محمد الحلبي. تفكرك عم بتداويني مش هين. نكرر ونطالب بإعادة تشغيل جميع المؤسسات الشريكة وتشغيل الموظفين لإعادة السعادة من جديد إلى أطفالنا إن كان هذا يعنيكم شيئا، ونطالب بالتحرك السريع وعدم الوقوف من أجل مصلحة أبنائنا وأبنائكم. هذا ويطالب أطفال مكتبة مؤسسة الرؤية العالمية في القدس وأمريكا وأستراليا أن تقف وقفة جادة بالضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج العاجل عن رجل الإنسانية المهندس محمد الحلبي. Let's see.